استقبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الأسخير هذا اليوم السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان السيد أحمد يوسف أحمد الرواعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد احمد عبد الله الهاجري سفير مملكه البحرين لدى مملكه تايلاند السيد فؤاد صادق البحارنه سفير مملكه البحرين لدى الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه السيد عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند وقد أدى السفراء القسم القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينهم سفراء فوق العادة مفوضين كما استقبل العاهل المفدى كل من السيد عبد الله عبد اللطيف عبد الله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكه البحرين لدى جمهوريه اندونيسيا، السيد احمد محمد الدوسري سفير مملكه البحرين لليابان، والسيد احمد او ابراهيم محمود احمد سفير مملكه البحرين لدى الجمهوريه التونسيه، وذلك للسلام بمناسبه تعيينهم. وقد هنأ صاحب الجلالة رعاه الله السفراء بمناسبة تعيينهم في مناصبهم معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه المسؤوليه الوطنيه وكلفهم جلالته بنقل تحياته الى اصحاب الجلاله والفخامه رؤساء الدول المعينين لديها وابدى جلالته توجيهاته السديده للسفراء لتعزيز علاقات مملكه البحرين مع هذه الدول الشقيقه والصديقه تاكيدا لنهج المملكه في تطوير علاقاتها وتنميتها مع هذه الدول القائمه على الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك خدمه للمصالح المشتركة كما وجههم جلالته إلى الاهتمام بمصالح أبناء المملكة في هذه الدول ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم كما أكد جلالته على أهمية الدور الذي يطلع به سفراء البحرين في دعم مجالات التعاون المشترك في مختلف البلدان وفتح أفاق جديدة لمزيد من هذا التعاون المثمر والبناء وبما يخدم العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بهذه الدول وتعزيزا لدور المملكه ومكانتها في محيطها الاقليمي والعربي والدولي. وقد رفع السفراء عظيم شكرهم وخالص امتنانهم وتقديرهم الى المقام السامي لصاحب الجلاله حفظه الله معربين عن بالغ اعتزازهم بهذه الثقه الملكيه الساميه مؤكدين بان توجيهات جلالته الكريمه تشكل حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز اواصر التعاون وروابط الصداقه مع هذه الدول متطلعين بان يوفقهم الله سبحانه وتعالى في اداء مهامهم على اكمل وجه خدمه للبحرين وشعبها الكريم